قبل ما نبدا لكم لا فيديو ما تنسوش ديروا لي ابوني وتفعلوا جرس فيوصلكم كل جديد. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وبخير. توحشتكم وسامحوني على التاخير، نعود باذن الله كل سمانه ندير لكم فيديو. الفيديو تاع اليوم حنهضروا على لاباري دي بيلاتوار. هديه انا يا البنات جربت حوايج كيما اي طفله، جربت الكريم دي بيلاتوار، جربت الواكس، وجربت العصير مشيت بها ياسر خلا مي في الصيف تعبني وتذوبلي. واحسن حاجه بعد العصير جربتها هي هذه لاباري، يعني الحق ماهيش غاليه، ما تديش منك وقت ياسر، يعني من باربع ساعه ولا نص ساعه قدر تنحي يديك ورجليك كامل. وثالث حاجه ما تخمش، مشي كيما العصير، كيما راكم تشوفوا فيها بواط صغرونه فيها الغلاك تاع هذاك الفوقاني، وبيان سي غوز تعرفوني المود على الغوز. وفيها وين تبرونشي الكابل تاعك، وشوفوها من الداخل كيفاه مدايره. فيها تروا ريزيستانس، هذوكم يسخنوا ويذوبولك الشمع تاعك، الشمع دوك نعدهولكم من بعد. وننصحكم بها الحق راهي باهية خلاه، هذه هي لابواط تاعها. اما بالنسبه للمارك كاين دي مارك ياسر خلاه، واكثر ماركه مستعمله هي هذه دي بيلاتوري هيتر. اما بالنسبه للسعر تاعها 95، انا شريتها، وكاين اللي يبيعها 120 110 80، كل واحد كيفاه يبيعها. ولامارك كيما تخصيت الراجل قال لي ما تهمش ياسر، وتلقي معاها الكابل هذايا اللي قلت لكم عليه. وشوفوا كيفاه مداير من هنا، ولازم في الحانوت قبل ما تبداها تتاكدي يشعل ضوء الاحمر وتمسها تبدا تسخن شوي. اما بالنسبه للحوايج اللي تستخدميهم قبل وبعد، قبل ما تبدي لي بيلاسيون تاعك تستخدمي بودره الاطفال ولا الطالك. بودره الاطفال تخلي الجلد تاعك بديرش الحساسيه بعد لي بيلاسيون وما ديرش الحب وتنقص شوي الم. ثاني حاجه بعد ما تنحي خلاه لازم تديري زيت، اي زيت عندك باه تنحي الشمع هذاك، ومن بعد تغسلي بالماء، ومن بعد ديري زيت اخرى. هنا عندي زيت السعد، هذه راهي تنقص من نمو الشعر، وجربتها يعني عام فادتني، نقصت لي يعني نقصت الشعر يعني الخشن نتاعها، وولات لي عندي اسباس ما بين شعره وشعره. ولا كاين هذه زيت الفازلين، مهم هي تستخدمها كيما قلت لكم، يعني ديري بودره الاطفال تنحي، بعد ديري اي زيت عندك، زيت سونغو زيت زيتونه باه يتنحى هذاك الشمع، من بعد تغسلي بيان بالماء، ومن بعد ديري الزيت هذوما باه ينقصولك من نمو الشعر تاعك. اما بالنسبه للشمع كاين دي مارك ياسر خلا، هذه هي اول مارك ستاربيل، هذه راهي ب 40000، ذوق الشوكولاته والله ريحتها وطعمتها بينين بين طعمتها باهيه البنات. يعني الحق اني جربت الماركه هذه غاليه 40000، وجربت دي مارك واحد اخرين كيما راكم راح تشوفوها دركا. هذه الماركه هذه اللي استخدمتها الاولى ماهيش معروفه ياسر، اسمها والله نسيت اسمها، دوك نعتولكم اسمها ايسيما. وكاين مامي كي جربت الرخاص تاع 25000 هذو و 40000 نفس الخدمه، يعني ما يهمش الشمع تاعك غالي ولا موش غالي، لانه راح تحصلي على نفس النتيجه. والورق اللي تستخدميه باه تنحي به هو هذايا البنات، كاين ورق سبيسيال يتباع اسمه ورق الشمع تاعها هي، يعني جاي ديكاريات. وكاين هذايا، هذايا ارخص من الاخر، هذايا اسمه ورق الشمع حتى هو يتبع بالمترة عند تعلق مشاد، المترة ب5000 ولا المترتين، هذايا تقصيه انت وتستخدميه وارخص من الاخر ويجيك اكثر من الاخر. هيا شوفوا كيفاه قصيتو، يعني الصغار درتهم يدية والكبار درتهم رجلية، ونفس الخدمة الاخرين السبيسيال تلقيهم شوي خشان برك، يعني حتى هذو الحق ينحو بيان. دركا طريقة الاستخدام راح نعطيكم كيفاه ديروها برك، مش حنحيلكم قدامكم
كيما راكي تشوفي ديري شويه تالك، انا راني كثرت هنا، كثرت على ما وصاوني ليسونسيال. ديري شويه تالك ما تكثرش كيما كثرت انا، لانه بعد ما تلصق لكش بيان، ولازم يكون الشمع تاعك سخون باه تجيك العمليه ليه ليه، يعني ما تطوليش فيها وما تقلقكش. كيما هنا راهو برد لي شويه، شوفوا بالسيف لا يخرج، لازم تسخنها بيان. هنا راهي بردت لي، ديري بالطريقه هذه. وتحبي حتى تطولي سبتو في ديك وجهك، ديري خط طويل. من بعد ديري الورقه تاعك، والورقه خلي من الجزء الاول تاعها لفوق خليه يعني باين، باه تجبدي منه، يعني ما ديريش الورقه على قد الشمع تاعك قد، لانه من بعد ما تقدرش كيفاه تجبدها. هكا يا حبيباتي، هنا ما يبانش لانه ما فيها شعر ياسر في المنطقه هذه. راني جربت نحيد وراح نعطيكم كيفاه النتيجة. هكا حبيباتي نكون كملت لكم لا فيديو، ان شاء الله عجبكم وان شاء الله نكون فدتكم. الفيديو تاع المره الجايه راح نهضر عليه كوزميتيك نستعملها في جندها معايا الاقامه. نحبكم كامل وشكرا على المتابعه. سلام.